يونايتد بس هو تقريبا اقرب لبرشلونه، لكن احنا لسه مستمرين ومعانا جميل واحد نجوم المباراه ويمكن احرز اكثر من هدف النهارده. برحب بيه في مصر وطبعا عايز اخد انطباعاته على هذه المباراه واهميه المباراه بالنسبه لهم وخصوصا مباراه السلام ضد الارهاب. Que su nombre es contra es para la paz y contra el turismo. No, hemos venido aquí para el gran partido amistoso para seguir el entrenamiento y fue un buen partido para nosotros. هو جه هنا عشان هو اهميه المباراه لانها تدعو للسلام وهو مبسوط جدا ان هو بيلعب هنا في مصر. Y hemos ganado eso principal para nosotros. confianza y empezamos a casi la nueva año. هو طبعا سعيد ان هو طبعا ميعاد الماتش ده في نهايه العام الجديد وحاجه مبشره العام الجديد يبقى عام سعيد على الجميع. السؤال الاهم برضه اللي دايما بساله هو ماذا يعرف عن النادي الاهلي وانطباعاته عن النادي الاهلي بشكل عام ايه؟ كيف كي استوبيو سوبر الاكيبو ديل الاهلي كي كونسيميدو سوبر الاهلي كومو اكيبو اكي ان اكيبتو ان افريكا اسم بون اكيبو. هو طبعا نادي عظيم ونادي كبير و وعجبوا قوي اللعيبه بتاع النادي الاهلي وكانوا هم يعني مبسوطين ان هم اتقابلوا مع لعيبه كويسه بتلعب مستوى عالي. طبعا وجابوا جونين كان يعني حاجه طبعا مفاجاه. يعني مش فجأة ولا حاجة، النادي الأهلي نادي كبير، لكن برضه عايز أعرف انطباعاته عن الجمهور المصري بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل محدد. Los socios del club الأهلي los animados del أهلي porque han visto cómo ya sí ellos cantan y apoyaron a nuestro equipo y هو كان مبسوط قوي بالانطباع الجمهور الجميل والتشجيع العظيم وطبعا ان انبسط ان هم كانوا بيشجعوهم برضو في الالعاب الكويسه اللي هم عملوها يعني. سؤالي الاخير ليه والمنافسه في الدوري الاسباني مع برشلونه واتلتيكو مدريد، شايف فرص فريق اتلتيكو مدريد هذا الموسم في الدوري الاسباني ازاي؟ hablando sobre su competición en la liga española y como está contra el Real Madrid que va a pasar estamos segundo y vamos a هو بيقول ان هو الثاني يعني في الدوري وطبعا para intentar ganar una هو يعني هم متحمسين جدا ان هم الماتشات الجايه هيعملوا سكور كويس يعني مع ريال مدريد لان هم الثانيين وهم متحمسين جدا عشان كده هم برضه مريحين قوي بحيث ان عندهم ماتش جامد في الكاس يوم 3. بشكره وبتمنى التوفيق دايما. استاذ زيندو موتشا جراسياس. ده طبعا كان لقائنا مع جميل واحد لاعبي فريق اتلتيكو مدريد واحد نجوم هذا الفريق. طبعا كان معنا لقاء اخر مع انطوان جريزمان هو النجم الاول لفريق اتلتيكو